خليني أبارك لكل طلاب الثانوية العامة اللي نجحوا، ومش بس عايزة أبارك للطلاب، تعرفين عايزة أبارك لمين أكتر؟ للبيوت المصرية. يعني أنا شخصيا بحلم إنه يعني حكاية الثانوية العامة دي كلها بالأجواء، بالزخم، بالمذاكرة، بالاستعداد، بالناس اللي بتبقى السنة كلها عندها يقول لك إيه عندنا ثانوية عامة، يعني أي بيت يقول لك عندنا ثانوية عامة، والأهالي اللي بتروح على الامتحانات، والطلبة اللي بتتشد أعصابها، وفكرة إنه الطالب يحس إن دي نهاية الكون لو ما خدش المجموع اللي هو عايزه. نفسي كل ده ينتهي. هو هينتهي بحاجتين، إحنا كبيوت نبدأ نتعامل معاها إن هي سنة عادية، والوزارة بدأت تعمل مجهود كبير جدا عشان الناس تتعامل معاها على إنها سنة، لأن هي ما بقتش نهاية الكون. عارفين نهاية الكون إيه؟ نهاية الكون قبل كده إن أنت تفكر أنت هتدخل إيه، وتبقى المسألة بسيطة. ما بقتش الكليات اللي الناس كانت يعني بتتزاحم عليها اللي هي عايزها سوق العمل ده، بس سوق العمل بقى عايز كليات تانية خالص. فإذا العملية كلها اتغيرت، فأنا بتمنى إنه إن شاء الله الدنيا تتغير، وإن إحنا نلاقي الناس أهدى والأعصاب أهدى، وما يبقاش هذا الزخم. أنا لسه لغاية النهاردة، طب أقول لكم على حاجة، أنا كنت في الأردن بس قاعدة متابعة يا ترى نتيجة الثانوية العامة إيه. أنا ما عنديش حد الثانوية العامة، بس من كتر ما الواحد اعتاد الانتباه للثانوية العامة، ولما بيبقى عندهم الامتحانات بسترجع لما انا كنت طالبه. ما هي الدنيا اصلها اتغيرت اكيد احسن، بس لسه برضو الناس بتقلق. فان شاء الله الدنيا تتغير ايد في ايد، البيوت، الاهالي، الطلبه، وكمان وزاره التربيه والتعليم. طيب بما ان احنا يعني بنحاول كمان مع الثانويه العامه خصوصا المظلومين، عندنا طالبه كلكم اكيد متابعين القصه دي، الطالبه ميار حماده. ايه حكايه ميار حماده طاهر؟ نتيجتها 4% بالثانويه العامه. والدها طبعا بيستغيث، ليه؟ لانه ميار متفوقه في كل المراحل الدراسيه. فطبعا شيء غريب جدا انه تطلع النتيجه الصبح وتلاقي ميار نفسها جايبه 4%. طبعا اكيد قلق وحاجه مش طبيعيه بالنسبه لمجهودها. فخليني كده يعني نروح كده ونشوف مع ميار هو ايه الحكايه، ونشوف ايه الموضوع. الطالبه ميار حماده، خليني اشوف حكايتها وطبعا والدها، خليني امسي عليها. مساء الخير يا ميار. لا انت لسه زعلانه طبعا، وصوتك، وانا عايزه اسمع صوتك. مساء النور. عندك كم سنه يا ميار؟ 18 سنة. قولي لي ايه الموضوع؟ اولا كلميني عن استعدادك للامتحانات، يعني كنت، انا عارفه ان انت من المتفوقين في المراحل الدراسيه، ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني وقت الامتحانات سريعا، وتوقعك للنتيجه كان ايه؟ اتفضلي. كنت ان انا طول السنه بذاكر، وفتره المراجعه رجعت بدل المره 2 و3، وحليت امتحانات كافيه جدا عشان افضل مدربه كويس على طريقه الاسئله. والبابل شيت من بداية السنة بناخد اختبارات ونتدرب عليها عند بعض المدرسين، ودخلت الامتحانات مستعدة تماما. وبدأنا باللغة العربية اللي هي كانت بالنسبة لي من أسهل الامتحانات الثانوية العامة. تمام. وربنا يعلم حليته في ساعة ونص بالظبط امتحان اللغة العربية، ورجعت كتير وظللت كويس خالص. وبعدها اللغة السعودية يعني لقيته في النتيجة 5 من 80. وبعدها اللغة الفرنسية دي يعني كل الطلبة بتحبها، ويعتبر مادة من أسهل المواد اللي هي أصلا بترفع المجموع. تمام. وحليت كويس خالص فيها. بعدين هي الكيمياء الوحيدة اللي كانت صعبة في امتحانات ثانوية عامة السنة دي. صحيح. وبرضه حليت فيها على قد ما أقدر يعني بسبب ضيق الوقت وكده. يعني أنت بتقولي لي إنه مادة الكيمياء الوحيدة اللي أنت ممكن تكوني كنت قلقانة منها، مظبوط؟ الوحيدة بسبب بس الوقت يعني. الوقت. إنما هي كانت يعني كوقت وكده، إنما هي كانت يعني كويسة إلى حد ما. تمام. طيب وبقية المواد، يعني إيه المواد اللي أنت متأكدة بنسبة كام في المية؟ أنت كنت متوقعة تجيبي كام يا ميار؟ أنا كنت متوقعة إن أنا يعني أنا على حسب مراجعتي من بعد الامتحانات وكده إنها 95. يوم ما مثلا تجيبي أنت أدبي يا ميار؟ لا انا علمي علوم. علمي علوم، فكنتي متوقعه، ايوه انت اتكلمتي عن الكيمياء، متوقعه ان انت تجيبي 95%. 95%. طب انا ممكن اعرف مثلا في ثانيه ثانوي، في الاعداديه، في اولى ثانوي، يعني النتائج بتاعتك كانت عامله ازاي؟ لا نتائجي دايما يعني من الابتدائيه مش اعداديه ولا ثانوي. من الابتدائيه.
الابتدائي، يعني الابتدائي ده يعتبر كنت مركز أول دايما، والإعدادية؟ الإعدادية دي كنت مراكز يعني ما بين الأول والتاني كده. طب في الترم بقى، السنوات اللي هي قبل ثانوية عامة، سنة أولى ثانوي والتانية أول ثانوي، سنة وتانية ثانوي كان معانا نظام جديد وكده، فكانت المجاميع يعني اللي هي فوق 90، بس اللي هو مش 98 97 زي الإعدادية، لا كانت هي اللي هي نظام 91 92. وبالنسبة لتالتة، يعني تالتة ثانوي دي علشان سنة مصرية مثلا، فكنت عاملة فيها مجهودها أكبر بكتير من أولى كنت عاملة وتانية. مجهود كبير. طيب ميار، ممكن استأذنك تفضلي معانا على التليفون ونحاول كده نروح للأستاذ شادي زلطة، وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. خليني برضو أعرف منه إزاي نقدر نساعدك ونعرف رأيه أيضا. أستاذ شادي زلطة، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وتحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اكيد حضرتك سمعت بالذات موضوع ميار، يعني متفوقه على مدار سنوات من الابتدائيه زي ما قالت، وطبعا فوجئت بالنتيجه وهي 4%. فبرأي حضرتك ايه في هذه الحاله؟ طبعا يعني انا بس عايز اقول لحضرتك يعني ان الدكتور رضا حجازي اكد خلال المؤتمر الصحفي بالامس إن باب التظلمات مفتوح من يوم الخميس المقبل 3 أغسطس ولمدة أسبوعين. تمام. فأنا بس يعني أنا عايز أدعو الطالبة ميار لو هي حاسة إن فعلا في مشكلة ما في نتيجتها عشان تتأكد وتتيقن بس من ورق الإجابة. إحنا بنأكد لها إن هي تقدم تظلم وهتطلع على أوراق إجابتها بالكامل علشان تراجع وتشوف طيب، يعني هنا النتيجة حضرتك بتاعتها. بتوضح لي انه التظلم بيعطي الحق للطالب انه يشوف ورقه اللي كتب فيه بإيده، الاطلاع على ورقة الأسئلة وورقة الإجابة تمام، ونموذج الإجابة كمان. تمام، بس لازم وبالتالي طبعا هي يتم هتعرف التسجيل. التصحيح راح فين. فأنا بدعوها إن هي تقدم تظلم على الموقع الإلكتروني مع بداية فتح باب التظلمات يوم الخميس اوكي، خميس 3 أغسطس. المقبل 3 بإذن أغسطس. الله إن شاء الله. تمام. يعني هي مجرد ما تقدم التظلم إن شاء الله بيبقى في خطوات لإعلامها بالمكان اللي هي تقدر تروح فيه عشان خاطر تطلع فيها على الورق الأسئلة، ورق الإجابة ونموذج الإجابة. طيب حضرتك وعايز بس أوضح بس اتفضل. إن التقديم للتظلمات إلكترونيا على الموقع الإلكتروني، والتسديد قيمة التظلم بيبقى عن طريق حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سواء من خلال مناف الثوري أو البريد المصري. طيب طيب خليني أسأل حضرتك سؤال، بس خليني الأول هرجع تاني لحضرتك، هنروح لميار تاني وهرجع تاني لحضرتك عشان نسأل عن الدعم والمبالغ اللي بتدفع، وبعدين نرجع نشوف بشكل عام التظلمات تبقى إزاي. خليني أرجع لميار. ميار، نعم، سمعتي يعني أستاذ شادي قال إن حضرتك تقدري تتوجهي على الموقع الإلكتروني، هيفتح يوم الخميس، وتكتبي ورقة التظلم، وهتقدري هيبقى عندك فرصة في خلال الأسبوعين إنك تطلعي على ورقك. هل ده بالنسبة لك هيكون مطمئن إن أنت تشوفي ورقك بنفسك؟ بإذن الله. وبرضو موضوع المقالي ده، إن السنة دي كان فيها نسبة مقالي، دي ممكن تثبت أكتر يعني عشان الخط كده. تمام. أنا أتمنى إن شاء الله لو كان في خطأ يتم تصحيحه، ولو كان في شيء أنت هتشوفي ورقك بنفسك وتعرفي إيه سبب الـ4% دي. كل اللي أنا أقدر أقوله لك يا ميار إنه مفيش حاجة نهاية الكون صدقيني، وإنه المتفوق حتى لو حصل له كبوة أو 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 المشوار وقف في حتة، مش معنى كده إن الدنيا انتهت، بالعكس أحياناً بيبقى فيه كده أشياء تخليكي تروحي لمكان أفضل وأحسن بكتير، وأنا متأكدة إنه إن شاء الله كل الخير هيكون في انتظارك بإذن الله. بشكرك جدا يا ميار. طيب أنا هعود لأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ شادي، بالنسبة لكل الحالات اللي بتسمعنا، مش بس ميار، كل الحالات اللي هتتقدم بالتظلمات، هل الرقم اللي بيدفعوه كبير مثلا هيبقى عائق شويه على بعض الاهالي او بعض الطلبه؟ بص حضرتك، احنا يعني الوزاره النهارده اصدرت بيان بما يتعلق بموضوع التظلمات، وحددنا فيه قيمه تسديد القيمه الخاصه بالتظلم للماده بقيمه 200 جنيه.
تمام. طب في يعني حاله ميار يا فندم هنا حتى ايه هتتظلم؟ هل من حقها تتظلم على كل المواد؟ ده من حق اي طالب؟ هي من حق اي طالب ان هو يتظلم على عدد المواد اللي هو عايزها. تمام اي ماده هو شاكك ان نتيجته فيها مشكله او هو مش واثق من نتيجته فيها يتظلم عليها ويطلع على الورق الاجابه بنفسه ويشوف، علشان خاطر ده يعني احنا يعني عايز اقول لحضرتك ان الدكتور رضا حجازي يعني اكد على الموضوع ده كنوع من الشفافيه طبعا والتدقيق على اي حد عنده مشكله او شايف ان نتيجته فيها مشكله، فهو يطلع على الورق الاجابه بتاعه بالكامل علشان خاطر يتاكد ويتيقن ان مفيش اي مشكله في التصحيح. طيب السؤال الثاني يا فندم، هو امتى التنسيق هيبدا؟ امتى ايه؟ التنسيق، تنسيق الجامعات هيبدا امتى؟ لا تنسيق الجامعات خاص بوزاره التربيه خطوة والتعليم العالي. ده مع وزاره التربيه وزاره عارف ليه التعليم بسال العالي. حضرتك السؤال ده؟ لانه برضو في اهالي بيقلقوا، يقول لك طب انا لسه هنتظر مثلا اسبوعين وبعدين يبدا التنسيق، فالطالب يتاخر عن المرحله الاولى. يعني الناس بيبقى عندها نوع من القلق. ما هو احنا فاتحين المهله لمده اسبوعين، ولكن هو تمام. مجرد ما بيقدم على التظلم على طول بيتحدد له الموعد اللي يروح فيه يطلع على اوراق الاجابه، مش بينتظر اسبوعين. احنا تمام. فاتحين الباب يعني لمده انت قصدك اسبوعين. الاسبوعين علشان الناس تقدم فيهم، لكن التظلم بيبقى الاسبوعين سريعا. ان الاسبوعين هم من خلالهم يقدروا يقدموا، يعني خلال المهله دي يقدروا يقدموا على التظلم، ولكن اي حد هيقدم على التظلم في التوقيت اللي هيقدم فيه يعني بعدها مباشرة هيحصل على الموعد الاطلاع على ورق الأسئلة ورق الإجابة ونموذج الإجابة. تمام. هل في شيء تاني انت برضو حضرتك يعني عايز انك تساعد بيه الطلبة خاص بالثانوية العامة؟ امتحانات الدور التاني بالذات، يعني في طلبة مثلا اللي طلع بمادة او مادتين وناس عندها تخوف، يقول لك طب انا هلحق اقدم بعد يعني امتى هيمتحنوا وامتى نتيجتهم هتطلع؟ هو طبعا الدكتور رضا حجازي اعتمد النهارده جدول امتحانات الدور الثاني، هتبدا ان شاء الله مقرر لنا تبدا يوم السبت 19 اغسطس وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 29 اغسطس. يعني وطبعا احنا في خلال 10 ايام. بالظبط، واحنا يعني قمنا بالفعل النهارده بنشر الجدول الخاص بالامتحانات الدور الثاني يعني. فيعني النتيجه تطلع في 29. لا هو الجدول الامتحانات هيمتد من 19 اغسطس ل 29 وحتى 29 اغسطس. والنتيجه تبقى امتى للدور الثاني؟ لسه لم يتم تحديد طبعا موعد لسه لم النتيجه، يتم يعني التحديد. بمجرد الانتهاء من الدور الثاني بنحدد على طول الميعاد. طيب نتمنى عموما يعني التوفيق باذن الله، وانه لو كان في اي ظلم الناس تقدر تستفيد من التظلم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. خليني الخص لحضراتكم، اللي عايز يتظلم عنده يوم الخميس المقبل 3 اغسطس على الموقع الالكتروني الخاص بوزاره التربيه والتعليم يقدر يقدم التظلم، وهيردوا عليه مباشره يطلع اما على كل المواد اللي هو عايزها أو عن مادة تحديدا، وقيمة الدفع 200 جنيه للمادة كما يعني أشار أستاذ شادي. بالنسبة للدور الثاني من 19 ل 29 في خلال 10 أيام هيكون امتحانات الدور الثاني بالنسبة للثانوية العامة. نتمنى إن شاء الله إنه يعني يقدر يساعد اللي تعثر في بعض الأشياء. طيب تعالوا نروح إلى الحوار الوطني. الحقيقة الحوار الوطني أنتوا عارفين أنه الجلسات والموضوعات كثيرة، هو بيواصل انطلاقه طبعا طول الوقت علشان يعني يصبو إلى جمهورية جديدة بشكل جديد.